بسم الله الرحمن الرحيم. شركائنا الأعزاء المبتكرون والمستثمرون في القطاع الصحي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا من القيادة الرشيدة أن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، وأن الشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها إلا لعقول أبنائها، حيث عكفت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي احتفلنا بمئويته منذ أيام، والتي ركزت مسيرته بشكل أساسي على تطوير وتمكين العنصر البشري خصوصا الشباب وبناء معارفه وقدراته في مجال الابتكار، كونه ثروة حقيقية للمجتمعات وتطورها عبر الأجيال. واليوم خطت دولة الإمارات مرحلة متقدمة حتى باتت في مقدمة المؤشرات العالمية تجسيداً للأجندة الوطنية ومئوية الإمارات 2071. إننا اليوم نفتخر أن نسير على خطى القيادة الرشيدة وتطلعاتها في جعل الابتكارات ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية وترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة لدعم الابتكار والمبتكرين، حيث نسعى في دائرة الصحة أبو ظبي إلى الريادة الحقيقية قولاً وفعلاً للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من خلال الجودة والابتكار. تلك المساعي التي تجسدت في بناء منصة جوائز رواد التكنولوجيا والابتكار في الرعاية الصحية بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي، المنصة التفاعلية لإثراء تمكين وتطبيق التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصحي ودعم الاقتصاد والاستثمار في المجال الصحي، والتي تمثل مرحلة جديدة كلياً على المستوى الحكومي لدعم المبتكرين والحاضنات والشركات الناشئة من خلال أخذ ابتكاراتهم النظرية إلى الطريق الصحيح نحو مرحلة التنفيذ ومساعدتهم على تطبيقها على أرض الواقع بإشراكهم مع المستثمرين. من هنا جاءت فئات جوائز رواد التكنولوجيا والابتكار في قطاع الرعاية الصحية المختارة، وهي براءات الاختراع والنموذج التطبيقي والشركات الناشئة في التكنولوجيا ضمن الاختصاصات الطبية. وما يزيدنا فخراً أننا الجهة الإقليمية الأولى في القطاع الصحي التي تعزز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، والكيان الأول في المنطقة لربط الأبحاث والابتكارات باحتياجات القطاع الصحي. نجحت المنصة في استقطاب 3 أضعاف العدد المستهدف بتسجيل أكثر من 180 مسجل مرشح للحصول على جوائز رواد التكنولوجيا والابتكار في الرعاية الصحية على المستوى المحلي والعالمي. ويملأني التفاؤل بأننا سنتمكن سوياً من اكتشاف حلول حيال التحديات التي يواجهها القطاع في الرعاية الصحية حيالاً وتطبيقها بنجاح. نجتمع اليوم لدعم وتمكين الفائزين 23 ب25 جائزة لرواد التكنولوجيا والابتكار في الرعاية الصحية من خلال العمل الدؤوب لبناء خط متكامل يمتد من الابتكار في مراحله العلمية إلى التكريم بجوائزنا، مروراً بالدعم المالي عبر المساعدة بوصلهم مع المستثمرين في القطاع الصحي. كما سنساهم في دائرة الصحة أبو ظبي في تطوير الأطر القانونية لدعم الريادة في التكنولوجيا والابتكار في قطاع الخدمات الصحية. وفي هذا الإطار تنبع أهمية الشراكات الاستراتيجية والبناءة في القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة المجتمع، ونهدف من خلال جلبنا للشركات العاملة إلى التواصل المباشر معهم في سبيل دعم رواد التكنولوجيا والابتكار ومساعدتهم في المرحلة التطبيقية. وهذا ما نشهده اليوم من حضور عالمي المستوى يناقش أفضل الممارسات العالمية في قطاع الخدمات الصحية بما فيها التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي. وأخيراً، إن الشباب المبتكر هم القدوة ورواد التنمية ورهان الدولة الحقيقي، فشكراً لكم ولعطائكم ولمساهمتكم في صنع الفارق الإيجابي في حياة الكثيرين وفي تفوق دولة الإمارات على الصعيد المحلي والعالمي.